خصومة بين الصحابة وآل البيت، وكأن هناك فصلا بين الصحابة وآل البيت، ولذلك طلبت من فضيلتكم أن نعرف من هم آل البيت أو أهل البيت. قبل ذلك، نعم، يعني فعلا كما تفضلت، يعني هناك من يدعي هذه الدعوة العريضة وهي هناك خصومة بين الصحابة وآل البيت، حتى قال قائلهم لا يجتمعان، لا يجتمع الماء والنار، نعم، لا يجتمعان، يعني وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، أنه لا يجتمع حب آل البيت وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قلب مؤمن، لا يمكن، قلب المؤمن يجمع، كما قال القائل إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت عليا قدوة علما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. فهؤلاء الأربعة هم رأس الصحابة ورأس أهل البيت، فنحبهم ونجلهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم جميعا بلا استثناء. هذه القضية. أما قضية أهل البيت من هم؟ أهل البيت أولا وآل البيت شيء واحد من حيث المعنى، وأهل بيت كل رجل الأصل زوجه أولاده، هؤلاء هم الأهل، ولكن نحن نقول حتى في كلامنا عن أزواجنا أهلي، أهلي، ويقول الله عن موسى وسارة بأهله، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليكم بركات رحمة الله عليكم بركات أهل البيت. طيب، والله تبارك وتعالى يعني لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقصد أن أهل الرجل أزواجه وأولاده وذريته، هؤلاء أهله. وأيضا أهل الرجل أقرباؤه الذين يجمعهم معه نسب قريب، هؤلاء أهله. أما أهل بيت النبي خاصة صلوات ربي وسلامه عليه، فهذه مسألة فيها يعني أخذ ورد من أهل العلم على ثلاثة أقوال، وأكثر من ثلاثة أقوال، لكن هذه ثلاثة أقوال هي الأشهر. القول الأول أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بنو هاشم فقط، يعني كل من ينتسب إلى هاشم فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهاشم وذريته هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب أخو هاشم، عم عبد المطلب. طيب، فقالوا بنو هاشم وبنو المطلب هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث القول الثالث أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وأزواجه. طيب، طبعا ذريته داخلة على كل حال. طيب، هنا قول رابع أنت ذكرته، وهو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، يعني كل من تبعه على هذا الدين فهو من أهله، يقال له أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد المطلب لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة سماهم آل، اللي هم آل البيت، اللي هم أقصد البيت اللي هو المسجد الحرام. طيب، فالقصد أن هذه أربعة أقوال، بنو هاشم، بنو هاشم والمطلب، والرابع الثالث أزواجه معهم، الرابع اللي هو أتباعه، كل من كان مؤمنا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، هذه أربعة أقوال. أظهر الأقوال والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم بنو هاشم وأزواجه. أما بنو هاشم فهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن هاشما يعني له يعني مجموعة من الولد، هاشم له ولدان، أسد وعبد المطلب، هذان ابناء هاشم، وأسد كان له ذكور لكن ماتوا صغارا لم ينسلوا، وعنده بنت وهي فاطمة التي هي تصير أم جعفر وعلي بن أبي طالب، هؤلاء أمهم فاطمة بنت أسد. ولذلك يقال عن جعفر وعلي هما هاشميان يعني بطن وظهر، يقال يعني عشان أو يقول عن فاطمة بنت أسد أول هاشمية تلد هاشميا. طيب، إن هي هاشمية وزوجها هاشمي، وزوجها أبو طالب، أخذ بنت عمه، زوجها بنت عمه. وعبد المطلب عنده يعني أولاد كثر، قيل 13 ولدا أولاد عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولاد يعني
منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب، أبو طالب، العباس، حمزة، حجل، عبد الكعبة، صفار، ضرار، و أشهد لا إله إلا الله، مقوم، والغيداق. هؤلاء أبناء عبد المطلب، لكن ما أدركوا الإسلام. كلهم ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أدرك الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أو من أبناء عبد المطلب، لأن حتى والد النبي لم يدرك. يعني أربعة الذين أدركوا الإسلام، وهم أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب اللي هو عبد العزة. أبو طالب الذي هو عبد مناف، وأبو لهب الذي هو عبد العزة، هذان لم يسلمه. والعباس وحمزة هذان أسلمه. فذرية أولاد عبد المطلب هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لهم ذرية أربعة. من أولاد من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، العباس له ذرية، أبو لهب له ذرية، أبو طالب له ذرية، والحارث عم النبي له ذرية. فكل أولاد هؤلاء المسلم منهم طبعا يعتبرون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء أستاذي، هؤلاء آل البيت بالأصالة يقول أهل العلم. لأنهم يربطهم مع النبي نسب. هم آل بيته في صغرهم، وآل بيته في كبرهم، وآل بيته إلى وفاتهم، فهذول بالأصالة. هناك آل بيت بالتبعية. وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة ليست من بني هاشم. من بني تيم. حفصة ليست من بني هاشم، من بني عدي. أم حبيبة من بني أمية. عبد شمس، أم سلمة بني مخزوم. وخديجة بني أسد. فلسنا من أقارب النبي. النبي ما تزوج. أقرب زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا أم حبيبة. تلتقي مع النبي في عبد مناف. ليس في هاشم، وإنما والد هاشم. الذي هو عبد مناف. فهي ليست من بني هاشم. بينما هي من هاشم وشمس. أي من عبد شمس. الذي هو أخو هاشم. هي أقرب أزواج النبي إليه نسبا. لكن ولا واحدة، يعني ما تزوج النبي هاشمية. صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي قبل أن يتزوج بهن لم يكن من آل البيت. فقالوا متى صرنا من آل البيت؟ لما تزوجهن. فإذا قيل هن من آل البيت بالتبعية وليس بالأصالة. بينما علي والعباس وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، هؤلاء من آل البيت بالأصالة. وأما أزواج النبي فآل البيت بالتبعية. أي بزواجهن من النبي صلى الله عليه وسلم صرنا من آل بيته. فهذا تقريبا يعني التعريف الأقرب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.